متابعينا على الديوان سبور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من الملعب الاولمبي بيجابس، ونقل للجوله الثانيه واول لقاء اليوم المستقبل الذي بيجابس، وبعد هزيمته في الجوله الافتتاحيه امام ترجي رجيس لا خيار بالنسبه ليه الا الفوز والتعويض امام فريق المستقبل او السبورتينج المكنين، مباراه يحتضنها الملعب الاولمبي بجابس. الروح الرياضيه اللازمه، تشجيعات كبيره من جماهير الكراج، وفي هذه الاونه بالضبط الحكم يعطي اشاره انطلاقه المباراه. الهجوم لمستقبل جابس على الجهه اليسار، التوزيع من اليعقوبي والحارس، اوه الكره الاولى نور الباجي، التوزيع باليسرى ونور الباجي في المنطقه والحارس طويله للتوزيعه في اتجاه شكون، نور الباجي مختار عمليه لسبورتينغ المكنين، اش يعمل التوزيع والتصويب والتسديده والتصويب، والحارس حمزه عتيق تبقى الكره ترجع بهجوم لسبورتينغ المكنين، خطيره الهجمه، خطيره الهجمه، وجه لوجه الكره، ممتاز وممتاز تدخل الحارس حمزه عتيق. نادر الجربي، نادر الجربي، التصويب فوق العارضه بقليل، والضغط يتواصل من الجربي، الجربي وجه لوجه، اش يعمل وليد الجربي، التصويب والحارس، ومرة أخرى يبقى الأخطر للسبورتينغ، كرة خطيرة وحمزة عتيق، أوه وزياد السوسي في التنفيذ بعد لحظات ينفذ زياد السوسي كرة، أوه مرة جانبية، يوسف جلاسي ممتازة تخريج الكرة، نور الباجي، نور الباجي، نور الباجي، والحكم وتصويب والهدف، ممتاز الهدف، ممتاز الهدف، جول لمستقبل جابس، جول لمستقبل جابس من أسامة النفاتي، عملية بدأت على اليمين، نور الباجي يتوغل، يسقط في المنطقة، تتواصل العملية وتصويبه، تضرب في العارضة الأفقية، وهدف أول لمستقبل جابس، هدف أول لمستقبل جابس في هذه المباراة. هاي اللي عاد أمامنا على الديوان سبور، يوسف جلاسي يخرج نور الباجي على اليمين، يتوغل النور، يدخل الدفاع، تتواصل العملية مرة ثانية، توغل نور الباجي وأمامنا التدخل الدفاعي، تبقى أمام اللاعب أسامة النفاتي، وتصويبة قوية لم يجد لها حل الحارس أشرف عبد العفو، وتتغير النتيجة في ملعب جابس. مرة أخرى الإعادة، التوغل من نور الباجي على اليمين، يسقط في المنطقة، تتواصل العملية، تصويبة النفاتي قوية جدا في مرمى أشرف عبد العفو، واحد بلاش للكرلاج أمام سبورتينغ المكنين، ويتعكس الهجوم عن طريق حسام السويسي، فماش تسلل، خطيرة الهجمة، خطيرة الهجمة، وليد الجربي، وليد الجربي، وليد الجربي والحارس، أو نادر الجربي عفوا إلى حسين منصور، حسين منصور، نادر الجربي كرة، والحكم يرمز اللعب، والحكم يأمر بمساة اللعب في الكرة الأخيرة، كانت المطالبة بضرب الجزاء، وهي أمامنا الإعادة، كرة لصالع مستقبل جابس، والتدخل على اللاعب ريان اليعقوبي، التنفيذ من السوسي على القائمة الثانية، يصعد الشيحي وتمشي سهلة إلى نجم الشوط الأول حسب رأيي حمزة عتيق حارس مستقبل جابس، الألترا وعقلية ربما الجماهير والمنعرجات سواء الجانبية، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم أشرف الحركاتي على نهاية الفترة الأولى. عشاق الرياضة على ديوان سبور، بطبيعة الحال الشوط الثاني من لقاء المستقبل الذي بجابس وسبورتينغ المكنين، خلينا الشوط الأول انتهى بتقدم مستقبل جابس هدف مقابل صفر، هدف أسامة النفاتي في الدقيقة 31، منير الجيزاني، سليم الربعي الهادي، رديدة لكرة لأسامة النفاتي، ولا تدخل من الحارس أشرف عبد العفو، نادر الجربي يخسر الكرة تمشي لفريق سبورتينغ، ما فماش تسلل، كرة لصالح السوسي، التصويب وهدف التعادل، وهدف التعادل لفريق سبورتينغ المكنين بعد خطأ في الدفاع، يستغل شكون؟ زياد السوسي اللاعب رقم 7، يعدل النتيجة لفريق سبورتينغ بن عرون، سبورتينغ المكنين عفوا، في الدقيقة 7، يعني كان خطأ في الدفاع، بشوفوا الإعادة وتصويبة اللاعب زياد السوسي، هاي أمامنا وتسكن شباك حمزة عتيق، تألق في الشوط الأول حمزة عتيق، لكن ربما أخطأ في الشوط الثاني وقبل هدف التعادل على الجهة اليمنى، وين موجود نور الباشي، يتوقع نور الباشي في المنطقة، التوزيع ومدد الكرة
الكرة وهدف الثاني والهدف الثاني لمستقبل قابس. ما بقاش برشا الهدف الثاني. حسين منصور يسجل الثاني لمستقبل قابس. كرة صنعها اللاعب نور الباجي، عمل الروتري أمام حسين منصور، اصطدمت به الكرة ثم بالرجل اليمنى يضع الكرة في شباك أشرف عبد العفو. هاي أمام الإعادة، نور على التوزيع على الجهة اليمنى ثم حسين منصور يسكن الكرة في شباك السبورتيك المكنين. 2-1. ملا مباراة وملا فرجة وملا تنافس بين الفريقين. لزيادة السوسي التنفيذ بالرأس، تبقى في المنطقة الكرة، التدخل من الشيح يبقى الاختر ويخرج، وأسلام تاجي خرج الكرة، ما زالت الكرة، التصويب ومرة جانبية. ريان اليعقوبي حافظ على كورته، اليعقوبي يتوغل، اليعقوبي شو يعمل؟ التوزيع والعرضة، الكرة الأخيرة، كرة الأخيرة خطيرة جدا لمستقبل قابس. تبقى الكرة لعزيز اليعقوبي إلى إيهاب بن عمر، إيهاب لمسة ليوسف جلاص إلى الجربي، التوزيع الكرة ويدخل الدفاع مرة ثانية. يعني في كل المقابلتين يوسف ملاط على ما قلت نثبته بعد شوية الركنية، التنفيذ بالراس وكاد يكون هدف التعادل كستة أمتار. الشهير بن عيسى يلعب الكرة على القائم الثاني، يسعد بالراس، الخطر متواصل ويتدخل أسامة النفاتي إلى أسامة المطيري، الهجوم للسبورتينج، اللحظات الأخيرة يضغط السبورتينج في اللحظات الأخيرة، كرة إلى أشرف الشيحي، أشرف الشيحي التوزيع والتدخل من المدافع عبد الصمد، ترجع مرة أخرى من تاج سلام، التدخل الدفاعي يضغط أسامة النفاتي، ترجع إلى وسام الجربي، وفي هذه الآونة بالضبط يعلنها الحكم أشرف الحركاتي، فوز مستقبل قابس أمام سبورتينج المكنين 2-1. أهداف كل من اللاعب النفاذ دقيقة 31، عدل زياد السوسي بدقيقة 53، والثاني دقيقة 55 عن طريق اللاعب حسين منصور. إن شاء الله استمتعتوا معنا على ديوان سبور.